وخلال مؤتمر صحفي اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسيه باطلاق حزمه حمايه اجتماعيه لتخفيف العبء على المواطنين واوضح مدبولي ان الدوله اتخذت العديد من الاجراءات لتخفيف الضغط على الموارد من العمله الصعبه الحقيقه كان توجيهات فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه باطلاق حزمه اجتماعيه استثنائيه الحقيقه احنا كدوله يعني تم التوافق عليها وتم يمكن شرحنا لحضراتكم ان احنا ان شاء الله اعتبارا من نهايه هذا الشهر او بدايه شهر سبتمبر هنبدا في تطبيقها اللي بتهدف في الاساس الى تخفيف الاعباء عن المواطن المصري. وفي نفس الوقت الحقيقه ايضا يعني احنا اتخذنا العديد من الاجراءات اللي بنحاول بيها بقدر الامكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة اللي, اللي بقت موجودة النهارده واللي تزايدت بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية اللي الدولة المصرية بتستوردها